هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض حصار كامل على كوبا في حال استمر دعمها العسكري للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. في الأثناء اندلعت اشتباكات عنيفة في العاصمة كاراكاس التي أعلن منها زعيم المعارضة خوان غوايدو انضمام الجيش إليه في محاولة للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو. وأطلقت قوات الأمن قنابل الغاز لتفريق أنصار المعارضة الفنزويلية. اللقطات إذن تأتينا على الهواء مباشرة من العاصمة الفنزويلية كاراكاس، والتي لا تزال تشير إلى وجود ليس اشتباكات بالقدر الذي كان عنيفا كما كان عندما أعلن عن محاولة للانقلاب العسكري للإطاحة بحكم الرئيس نيكولاس مادورو، لكنها على الأقل حتى هذه اللحظة لا تزال تشي بوجود مشكلات لا تزال قائمة في العاصمة الفنزويلية كاراكاس، والأزمة التي بدأت منذ إعلان رئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو تنصيب نفسه رئيسا للفنزويلا، فيما أعلنت دول عدة على رأسها وربما من بينهم الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعترافه بحكم خوان غوايدو رئيسا لفنزويلا، بينما انضمت دول أوروبية عدة للمسلك الأمريكي ولدول لاتينية مجاورة لفنزويلا على رأسها البرازيل والأرجنتين، وكذلك بضع دول لاتينية أعلنت كذلك دعمها لخوان غوايدو واعترفت به زعيما لفنزويلا في أزمة لا تزال تعانيها كذلك فنزويلا، ليس على المستوى السياسي وإنما كذلك على بعض المستويات الخدمية والاقتصادية التي أوصلت فنزويلا إلى مستويات تضخم قياسية.